قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام أن مسلحي جماعته لن يخرجوا من المدن التي سيطروا عليها حتى لا تسيطر عليها القاعدة. وأضاف عبد السلام في تصريح للسياسة الكويتية: لن نسلم الوضع الأمني لتأتي القاعدة بديلا عن اللجان الشعبية في ظل تفكك الدولة وخصوصا الجانب الأمني وعدم قدرتها على القيام بشيء. عبد السلام أكد أيضا المتحدث باسم الحوثيين أن اللجان الشعبية ستظل إلى جانب القوات الأمنية والمواقع العسكرية حتى يطمئن الناس، ونطمئن أنه لا يمكن استهداف أحد. أما أن ترتفع اللجان الشعبية ثم يأتي طرف آخر بديل عنها ويصبح مشكلة فهذا غير مقبول.